السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى فكرته زي ما شفت في المقدمة، ديكور مناسب لفصل الخريف. في قناتين عاملين تعاون هينزلوا فيديوهات الديكور ده في نفس اليوم، وعملوا دعوة لبقية قنوات اليوتيوب للي يحب يشارك معاهم. فأنا حبيت أشارك معاهم بما أني كده كده كنت عايزة أغير شوية في ديكور البيت، فأنا قررت أشارك بالأرفف دي وزينها. الأرفف دي اللي متابعني، أنا كنت جبتها من فترة من جودويل، كان لونها فاتح عن كده وأنا دهنتها اللون ده وغيرت لونها شوية. فأنا إن شاء الله ده المكان اللي هزينه النهاردة. القنوات دي عاملة 3 شروط بسيطة للديكور للي يحب يشارك. أول حاجة إن الديكور يحتوي على وحدة بامكن على الأقل، بما إنها تعتبر رمز كده لديكور الخريف في الغرب وفي أمريكا. تاني حاجة ان الديكور برضو يحتوي على لون برتقاني او اورنج. وتالت مكان او تالت ديكور ده رجع بقى لذوق كل واحدة، فهم مش حاطين شرط. فيلا بقى نشوف هنزين الارفف دي ازاي، ورب فكرة الديكور تعجبكم. اول حاجة حطيت شريط الاوريجانزا ده عليه ورق شجر كده بالاورنج، جايباه من دولار تري. وبعدين هحط الفانوس ده كده، وهحط جوه الفانوس واحدة بامكن جايباها من تارجت كده، شكلها حلو يعني مختلف عن الشمعة. وبعدين هحط هنا الفازة دي الصغيرة دي، حاطة فيها ديكور كده مناسب برضو الفصل الخريف. وبعدين هحط البرواز ده، انا كنت عاملاه معاكم السنة اللي فاتت برضو في ديكور الخريف، ممكن ابقى اسيب لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف. وبعدين هنا الاتنين دول جبت جايباهم من دولار تري برضو من فترة. وبعدين دول زي فريم كده لصور قديمة، قلت برضو عشان يبقى ماتش مع الألوان حطيتهم هنا. وأحط الاتنين البامكن دول برضو كانوا من دولار تري، جايبهم من السنة اللي فاتت. وآخر حاجة حطاها هنا كلمة هلو، دي كنت جايبها من تارجت من فترة طويلة. كده الرفين خلاص، هنبتدي بقى نعمل الرفين التانيين. هبتدي بقى بالرفين اللي تحت. أول حاجة هحط الفازة دي شبه اللي فوق يعني نفس الشكل. وبعدين هحط الشمعة دي برضو كنت عاملاها معاكم السنة اللي فاتت في ديكور الخريف برضو. وهنا الشمعة دي عجبتني في دولار تري، حطيتها كده هتبقى برضو ماتش مع الألوان. وهنا دي زي السنوبر دي برضو شكلها حلو. هبتدي بآخر رف هستخدم الفاز دي عندي، هحط فيها برضو اللي زي السنوبر ده، أنا كنت جايباه من فترة وكنت رشاه لون ذهبي، ممكن ترشي اي الوان يعني او ممكن تسيبيه بقى بلونه طبعا. احط كده 3، وبعدين هعمل معاه دمج كده مع البامكن ده، اشيل بس دي عشان اعرف ادخلها. ده برضو جايباه من تارجت يعني رخيصه يعني مش غاليه، هي زي قماش كده. احط هنا 3 الوان، الاصفر والاورنج والابيض، كده شكلها حلو. هحطها هنا تحت، وبعدين هضيف بقى لمسة تانية هوريها لك دلوقتي. دي لمسة إضافية حبيت أضيفها للديكور الأرفف. أنا عندي الخدادية هنا الذهبي دي حطيتها هنا في الأرض، وحطيت قدامها السبت ده كان عندي كنت جايباه من فترة، وحطيت فيه هنا البطانية الصغيرة دي اللي بنستخدمها على الكاوتش واحنا قاعدين، برضو لونها أبيض ملائمة لبقية الديكور، وعليها زي أوراق شجر كده. وحطيت هنا 2 بامكن كده عشان اربط الديكور كله ببعضه، حسيت انها لمسة بسيطة بس برضو غيرت الشكل ومديها شكل احلى. يلا بقى نشوف الشكل النهائي للديكور بتاعنا بعد ما خلصناه. ده الشكل النهائي لديكور الخريف بعد ما خلصته. معظم الحاجات اللي استخدمتها هي بالفعل كانت عندي، والحاجات اللي اشتريتها اسعارها منخفضة يعني ممكن بتكلفة بسيطة تحصلي على ديكور جديد بس بإعادة الترتيب. ممكن كمان تعملي حاجات صنع ايدك. الفازة اللي تحت دي برضو عجباني، ممكن تعتبر سنتر بيس على الكافي تيبل. وده الشكل النهائي من بعيد. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه واخدتوا منه ولو فكرة واحدة. وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني، وياريت ما تنسونيش من لايك
ومن تعليق كمان حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.